نجدد التحية ونلتقي في فيديو جديد نوثق افتتاح مشروعات تحلية مياه المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي ببورسعيد. الرئيس السيسي يفتتح محطة معالجة المياه الخاصة بمصرف بحر البكر، تم إنشائها بأيادي مصرية تكلفتها 20 مليار جنيه، بطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب. إذن مصر حريصة على تنمية مواردها المائية، وهذه مسؤولية قومية. والباقي الوقت التاني ده كان عبارة عن تجهيز المنطقة واللاندسكيب. وبالمناسبة طالما ان رأسكم والمقاولين مسؤولين عن تشغيل المحطة 10 سنين، مش كده؟ 10 سنين يا إيهاب، بالمبلغ اللي انت قلت لي عليه كام؟ 10 سنين. تمام، وراسكم مقاولين تمس اللي موجوده في سينا دلوقتي، ان الميه بقت متوفره سواء للاراضي القديمه بمعدلات مناسبه. تمام. او للاراضي الجديده اللي احنا ان شاء الله ناويين ان احنا نخلص هذا المشروع خلال سنه ولا سنه وسنه ان شاء الله. تمام. كما نشاهد نوثق لمحطة بحر البكر، المحطة تكلفتها 20 مليار جنيه، بطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب، وهذه أكبر محطة معالجة مياه صرف صحي في العالم. التاريخ 27/9/2021، المكان مدينة بورسعيد. الحدث افتتاح عدد من مشروعات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، كل ذلك من أجل تنمية موارد مصر المائية. معكم للمحطة. يتم تشغيل المحطة آليا باستخدام أحدث أنظمة المراقبة والتشغيل والتحكم، وذلك لضمان جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات الفنية والقياسية المصرية والعالمية، ولتجنب حدوث أخطاء التشغيل البشرية، ولتحديد توقيتات الصيانة الدورية وتحديد نسبة الأعطال والتنبؤ بها. يتم استقبال المياه الواردة من مصرف بحر البقر بقناة الدخول، وفي المرحلة دي سيادتك بيتم تحليل المياه والتأكد من نسبة الأس الهيدروجيني، درجة العقارة ونسبة الملوحة، ثم يتم التوزيع على عدد 4 خط معالجة قدرة الخط الواحد 1,400,000 متر مكعب بإجمالي 5.6 مليون متر مكعب يوم. تبدأ مرحلة المعالجة فندم مصافي الخشنة ومصافي النعمة، ثم عنبر الطرمبات المياه العكرة، ويتم التوزيع على باقي مراحل المعالجة. وهنا فندم في كل مرحلة، بعد نهاية كل مرحلة بيتم أخذ عينات وتحليل نسبة الأكسجين ونسبة الملوحة، ثم يتم ضخ المياه في عنبر الأذون ومنها إلى أحواض تلامس الكلور، ثم إلى قناة الخروج ومنها إلى ترعة الشيخ جابر. تمام يا فندم. وأستأذن سيادتك في قيام المهندس فادي أنطون باستكمال عرض منظومة التشغيل. احنا في غرفة التحكم، وغرفة التحكم هي المسؤولة عن التحكم بشكل كامل في جميع مراحل المعالجة، بتتم عن طريق أجهزة تحكم ذكية عن بعد متوزعة في جميع أجزاء المحطة، مربوطة بشبكة ألياف ضوئية بتمكننا من استلام والتحكم في جميع أجهزة المحطة. في الشاشة الرئيسية يا فندم وباللون الأخضر هي ترعة الدخول، وهي المياه الغير معالجة، بيتم بعد كده معالجتها وخروجها باللون الأزرق إلى ترعة الخروج. في أسفل الشاشة في ترعة الدخول بنقدر نتحكم في عدد المضخات وسرعتها، وبالتالي التحكم في كمية المياه الداخلة للمعالجة، وبتظهر قدام سيادتك باللون الأخضر بالمعنى إن هي شغالة، باللون الأحمر غير مطلوبة للتشغيل. عن افتتاح عدد من مشروعات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، هذا ما لدينا. نشكركم ونشكر حسن المتابعة.